عقد منتدى الفكر العربي في عمان ندوة فكرية لمناقشة كتاب عقول يحاصرها الضباب للدكتور إبراهيم بدران، والذي يتحدث عن أزمة التعليم وأن التعليم الصحيح يعد أحد أهم المحركات للانطلاق والتغيير على مستوى الفرد والمؤسسة والمجتمع. الكتاب وتفاصيله سنتابعها في التقرير القادم. نظمت جمعية الشؤون الدولية ندوة حوارية تشاركية لمناقشة كتاب عقول يحاصرها الضباب للوزير الأسبق الدكتور إبراهيم بدران، والذي احتوى بصفحاته التي قاربت 500 صفحة مقدمة وخاتمة وسبع فصول. التعليم لا يتم في فراغ، وإنما ضمن سياق مجتمعي متكامل، ومن هنا فإن تطوير التعليم لابد أن يتسق مع تطور مجتمعي يشمل الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وإذا كان هناك تضاد بين الفعل التربوي والفعل الاجتماعي فإن الفعل التربوي لابد أن يفشل ولا يؤدي إلى أهدافه المرسومة، ومن هنا تأتي أهمية الإرادة السياسية والإصلاح المجتمعي والازدهار الاقتصادي كأرضية ضرورية لنجاح العملية التربوية وتحقيقها لأهدافها المجتمعية الكبرى. وأعتذر إن كان هناك بعض التكرار لما ورد فيما تفضل به معالي الدكتور، وهذا أمر طبيعي لأنه الأفكار المحورية هي من الكتاب. ملاحظاتي على هذا الكتاب المتواضعة، والتي أرجو أن يتحمل بعضها صدر الدكتور إبراهيم. النقطة الأولى، هذا عمل فكري متميز يمكن إدراجه بكل موضوعية إلى جانب أعمال الجابري محمد عابد الجابري والأنصاري محمد جابر الأنصاري وبرهان غليون وغيرهم ممن تصدوا لتشريح الوضع العربي وتشخيص أمراضه وتوصيف علاجاته. النقطة الثانية، من نقاط قوة هذا العمل الفكري أن المؤلف نجح إلى حد كبير في إدراك أن العمل التربوي يتم في سياق اجتماعي متكامل ومعقد، وكي ننجح في النهوض بالعمل التربوي والارتقاء به لابد من العمل على إصلاح حال المجتمع والعمل على إنهاضه سياسيا واقتصاديا واجتماعيا. الملاحظة الثالثة، من ملامح تميز هذا العمل أن المؤلف استطاع مقاربة عدد غير قليل من إشكاليات المجتمع العربي بذكاء وحصافة وبدون استعداء أو استفزاز، فتوصل إلى ما توصل إليه من خلال الإقناع المنطقي وحسن التعبير والاعتدال في التوضيح والمعالجة. الملاحظة الرابعة، كان المؤلف حداثياً وتقدمياً في أطروحاته عن وضعية المجتمع العربي وكيفية استنهاضه وضمان ارتقائه وتقدمه. النقطة الخامسة، عالج المؤلف العوامل المجتمعية المؤدية إلى أزمة التعليم في المجتمع العربي، ولكنه لم يعالج العوامل ذات الصلة بالعملية التربوية ذاتها كدافعية الطالب وتأهيل المعلم وكفاءة المدير ورشد السياسة التربوية وغيرها. ملاحظة السادسة، لم ينصف المؤلف، هذه وجهة نظر طبعا، اللغة العربية رغم دفاعه الظاهر عنها، بل كاد أن يعتبرها أحد عوامل الركود والتراجع في المجتمع العربي، والواقع أن قوة اللغة هي من قوة أمتها، وتشير معظم الدراسات الآن إلى أن الأمة لا تبدع إلا بلغتها. وقال الوزير الأسبق الدكتور إبراهيم بدران إن كتابه الذي صدر حديثا بعنوان عقول يحاصرها الضباب أزمة التعليم في المجتمع العربي ليس تربويا بالمعنى المهني الضيق، بقدر ما هو اجتماعي يتناول المساحات المشتركة وتناول التعليم كمشكلة مجتمعية عامة تتعدى مسؤولية وصلاحية وزارة معنية كوزارة التربية والتعليم في هذا البلد أو ذاك، لتكون مسؤولية الدولة والمجتمع والنظام العربي ككل، بغض النظر عن التباينات في أنظمة الحكم أو مستويات النمو الاقتصادي. يعني حقيقة مسألة تقدم الشعوب هي من المسائل التي تشغلني لفترة طويلة، وخلال السنوات القليلة الماضية وحينما بدأ الربيع العربي وما تلاه من حروب أهلية بدأت أتساءل لماذا، ما الذي حصل في المنطقة العربية حتى تتراجع بهذا الشكل، ما هي الأسباب، وعلما بأن هناك جامعات وهناك مدارس وهناك وهناك، أين يذهب نتيجة هذا التعليم؟ لماذا لا زال العرب في البلد الواحد
إذا أخذنا العراق أو ليبيا أو اليمن لا يتفقون على مسألة واحدة تخص مستقبل وطنهم. ما الذي يجري؟ هذا هو. ثم قرأت المؤشرات الخاصة بالدول فوجدت أن الدول العربية بمجموعها تقع في ذيل القائمة بالنسبة لدول العالم. البطالة في البلاد العربية هي أعلى من المعدل العالمي، الدخل في البلاد العربية متوسط نصف المتوسط العالمي، التعليم أقل من المتوسط العالمي. هذه الأمور جعلتني أسأل ما هو السبب، ما الذي وراءها، وأين يذهب التعليم الذي تقدمه الجامعات وتقدمه المدارس. فوجدت أن التعليم إذا لم يكن هناك نهضة اقتصادية تساير النهضة التعليمية فإن التعليم سوف يعجز عن التأثير، وإذا لم تكن هناك نهضة اجتماعية فإن التعليم يعجز عن التأثير. ولذلك تبين أننا نعيش المنطقة العربية بالثقافة العربية تعيش في جملة من التناقضات. هذه التناقضات تدخل في تفكير الناس وبالتالي يعجزون عن الاتفاق على رأي. الآن إذا أخذنا أي مجموعة من أي بلد 10 أشخاص لهم 25 رأي لا يتفقون. لماذا؟ لأن الفرق كبير بين ما يتعلمه الطالب في المدرسة وبين الحياة الواقعية العملية، فيبدأ بعدم تصديق ما يتعلمه في المدرسة أو في الجامعة، وبالتالي هذه الأمور كلها بحاجة إلى دراسة حتى نستطيع أن نكتشف ما هو الخلل وأين الخلل. بدران، والذي أوضح أن إشكالية التعليم تتمثل بلماذا تراجعت المجتمعات العربية رغم انتشار التعليم على مدى 50 عاما الماضية، ولماذا تراجع التعليم، ولماذا كانت المخرجات بهذا المستوى الغير مثمر اجتماعيا واقتصاديا على صعيد المدرسة والمعاهد والجامعات والمجتمع رغم التوسع الكمي الهائل والاستثمارات في التعليم. وشدد بدران والحضور أنه من غير الممكن أن يتقدم التعليم دون تقدم الاقتصاد ودون تقدم المجتمع ودون التوجه للعلم وربط العلم والتعليم بالإنتاج ودون إصلاحات حقيقية، وأن حقوق المرأة تجعل المتعلم يرى في الحياة العلمية ما يقرأ عنه في المدرسة أو الجامعة، وخلاف ذلك تتسرب الشكوك إلى العقول وتنتقل إلى الأفعال. افتتحت تحت رعاية الأميرة دينا مرعد فعاليات المؤتمر الدولي 6 للحساسية والمناعة والمؤتمر 2 للمجموعة العربية لأمراض الروماتيزم عند الأطفال، والذي تعقده جمعية أطباء الحساسية والمناعة بنقابة الأطباء، والذي جاء تحت شعار نحو الأفضل في الحساسية والمناعة. تفاصيل أوفى سنتابعها في التقرير التالي. افتتحت تحت رعاية الأميرة دينا مرعد فعاليات المؤتمر الدولي 6 للحساسية والمناعة والمؤتمر 2 للمجموعة العربية لأمراض الروماتيزم عند الأطفال، الذي تعقده جمعية أطباء الحساسية والمناعة بنقابة الأطباء تحت شعار نحو الأفضل في الحساسية والمناعة، حيث يعقد المؤتمر بالتعاون بين الجمعية الأكاديمية الأوروبية للحساسية والمناعة السريرية والمنظمة العالمية للحساسية والأكاديمية الأمريكية للحساسية والمناعة والجمعية الأوروبية للأمراض الرئوية عند الأطفال والمجموعة العربية لروماتيزم الأطفال وجمعيات المختبرات والتحاليل الطبية. لما قررت أنه أنضم لهذا المؤتمر وأرعاه لازم كان أعمل شوية دراسة. بمجرد بحث بسيط اكتشفت أنه أنا، وبعترف لكم وأكيد عدد كبير من الناس، ما عندنا فكرة كافية وعميقة عن حالات التحسس والمناعة اللي بتخصها. أكتر شيء بركي منفكر فيه عن الحساسية، وبحكي عن حالي، أنه بركي منفكره بس إشي مزعج أكتر شيء، وبتخيل السبب الأول كمان كيف إحنا بمجتمعنا منحكي عن الحساسية. يعني على سبيل المثال لما بتروح عند أي طبيب بكونش عارف إيش أنت مالك، بيجي بقول لك ما تخاف
بس مجرد حساسية، أنت بس عندك حساسية. فبجملة واحدة الموضوع كله حطه بزاوية إنه ما تقلق هذا مش مهم. هذا عم بحكي لإحنا الناس اللي خلينا نقول ما عم نعاني بالحساسية، فما بنعرف غير عن هيك. في دخل الموضوع بحالة الاستخفاف، وما بنعرف إنه 30% من سكان العالم اللي أكثرهم الأطفال اللي هم بياخذوا العبء الكبير من موضوع الحساسية والمناعة بيعانوا معاناة شديدة من الوضع اللي خلينا نقول العادي، الوضع الخطير، لحتى الوفاة. ويقدم المؤتمر رؤية عملية في تفعيل مسيرة البحث العلمي في مجال الحساسية والمناعة التي تقدمت وتطورت بشكل يبعث على التقدير والإعجاب، ولقد كان لأطبائنا في الأردن نصيب كبير من التميز والنجاح في هذا المجال الهام. هذا سادس مؤتمر للمناعية والمناعة والحساسية اللي بنعقد في الأردن، وهو مؤتمر عالمي بشارك فيه كل الجمعيات العالمية. فالمؤتمر ناجح بكل المقاييس، الحضور والكواليفيكيشنز اللي جايين والمدعوين اللي جايين من بلاد برا كلهم على أعلى مستوى، وشرفتنا الأميرة اليوم بافتتاح المؤتمر، وكان الافتتاح كتير ناجح، وفي معرض مرفق مع المؤتمر على اللي هو الأمراض الحساسية والمناعة. الهدف الأساسي هو تعريف الناس بالحساسية وقديش أهمية الحساسية في بالنسبة للبلد، لأنه لحد هلأ ما في مركز متخصص في الحساسية. فإحنا من أهدافنا في المؤتمر أن يصير عندنا مركز حساسية بالإضافة للاهتمام في الأمراض المناعية، لأنه تنتين مرتبطين مع بعض. طبعا المؤتمر من أحد المؤتمرات المهمة اللي بيناقش الأمراض الحساسية بشكل عام، اللي تتناول حساسية الجهاز التنفسي وحساسية الجلد والحساسية والأمراض المزمنة بشكل عام وكيفية علاجها، وتناقش بالمؤتمر عادة أبحاث وأوراق علمية لتناقش أحدث ما توصلت إليه الأبحاث العلمية للعلاج وطرق تشخيص الأمراض بشكل عام. محاور المؤتمر هي مناقشة عدة مواضيع علمية بشكل عام، منها من الأمراض الحساسية، منها الأمراض الروماتيزمية، وهناك اجتماع مهم لأطباء أمراض الروماتيزمية بالأردن بشكل خاص لمناقشة أحدث ما توصلت إليه وسبل العلاجات بالنسبة للأمراض. ودعا المشاركون في المؤتمر إلى تأسيس مركز وطني للحساسية والمناعة في المملكة، أسوة بالمراكز الوطنية في الدول العربية والأجنبية. الحقيقة المؤتمر أولا يعقد كل عامين، وهو تنظيم جيد وعلى مستوى عالي من المهنية، والمواضيع شاملة وتهم الأطباء وتهم المجتمع. وقد هذه المرة الرابعة التي أحضر هذا المؤتمر، والحقيقة الزملاء يعني عملوا عمل ممتاز في التحضير لهذا المؤتمر، والمواضيع تهم الأطباء وهي شاملة، تشمل أمراض الحساسية والمناعة، وتشمل زراعة الأعضاء، وتشمل أمراض الروماتيزم وحساسية الأدوية والحساسية الشائعة مثل الصدمة التحسسية خاصة في المنطقة. وهذه المشاركة من بلدان مختلفة يثري الخبرة بين الأطباء في المنطقة، وهذا تعاون جيد طبعا ونشجع عليه. وأبناء البلاد العربية يجب أن يكونوا دائما مطلعين على أحدث المستجدات. لا شك أن الأبحاث جزء مهم، وقد قدمت بعض الأبحاث في هذا المؤتمر، وكذلك هناك الاهتمام بهذا النوع من المؤتمر، حيث كان هناك ممثلين عن الأكاديمية الأوروبية للأمراض الحساسية والمناعة، وكذلك الأكاديمية الأمريكية وجمعية مجموعة الروماتيزم للأطفال في البلاد العربية. والحضور كان مميز وجيد، والتنظيم الحقيقة أنه ممتاز على أعلى مستوى. ويناقش المؤتمر عدة مواضيع مثل الأمراض المناعية وزراعة نخاع العظم، استخدامات الخلايا الجذعية والأمراض الروماتيزمية عند البالغين والأطفال، واستخدام العلاجات البيولوجية في الأمراض المناعية والسرطان والرب القصبي والحساسية بجميع أنواعها وحمى حوض البحر الأبيض المتوسط وأحدث العلوم الطبية المخبرية في علم المناعة.
أقام مركز حماية وحرية الصحفيين ورشة تدريبية لفريق المنسق الحكومي لحقوق الإنسان حول آليات متابعة إنفاذ حق الحصول على المعلومات في الوزارات والمؤسسات العامة، شارك بها 40 ضابط ارتباط، وحضرها وأشرف عليها المنسق الحكومي لحقوق الإنسان باسل الطراونه. مزيد من التفاصيل سنتابعها في تقريرنا التالي. بهدف التدريب على كيفية الحصول على المعلومات والمجتمع المدني، أقيمت ورشة عمل تدريبية لفريق التنسيق الحكومي لحقوق الإنسان وبالتعاون مع مركز حماية وحرية الصحفيين، وذلك للتدريب على الإفصاح وطلب المعلومات وكيفية تصنيفها. هذه الورشة تريد أن تعزز دور منسقين فريق المنسق الحكومي لحقوق الإنسان في تعزيز إنفاذ حق الوصول للمعلومات في الوزارات والمؤسسات العامة. مركز حماية وحرية الصحفيين منذ حوالي عام يعمل مع 16 مؤسسة ووزارة من أجل تعزيز إجراءات مؤسسة إنفاذ حق الوصول للمعلومات. تعلمون بأنه قانون ضمان حق الوصول للمعلومات من 2007 مقر، ولكن التطبيقات لا زالت ضعيفة، ولذلك نحن نعمل مع المؤسسات العامة من أجل تحسين جودة العمل وإجابة الطلبات وتعزيز التصنيف إلى آخره. هذه الورشة في إطار إعطاء دور متابعة ورقابة لفريق المنسق الحكومي بحيث يساعدونا في هذا الدور. وشارك في ورشة العمل عددا من الصحفيين ومنسقي حقوق الإنسان وخبراء ومهتمين في حق الحصول على المعلومات لتعزيز النهج التشاركي والتعاوني بين الحكومة والمجتمع المدني. حضورنا للورشة اليوم اللي هي بحق الحصول على المعلومة هي ضمن مجموعة من البرامج للتعريف والتدريب بحقوق الإنسان، وحق الحصول على المعلومة هي من يعني هي الحقوق المهمة جدا لأي شخص، لأي إنسان، للحصول على المعلومة بحيث أنه حقه أن يصل لأي معلومة يريدها. إحنا في مؤسسة الضمان الاجتماعي طبعا عملنا دليل عمل لتطبيق قانون حق الحصول على المعلومة، وهناك ضباط ارتباط، وهناك نماذج معينة موجودة في كل فروع المؤسسة للتعامل مع هذا الحق. اليوم تقام هذه الفعالية التدريبية بالشراكة ما بين مكتب المنسق الحكومي لحقوق الإنسان في رئاسة الوزراء ومركز حماية الصحفيين، وهذا ضمن جهود الحكومة في إطار تعزيز النهج الحواري والتشاركي ما بين الحكومة وقطاع مؤسسات المجتمع المدني، من إقامة فعاليات تدريبية حقيقة تهدف إلى نشر ثقافة حقوق الإنسان في الأوساط الحكومية، وهذا نهج يعني تم الإعداد له وتم أيضا تصنيفه في الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان. نحن اليوم نعزز حقيقة مضامين ما ورد بالخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان حيال نشر ثقافة حقوق الإنسان من باب يعني تحقيق الحصول على المعلومة وأيضا ضمان الحصول على المعلومة بأسلوب نوعي وريادي داخل المؤسسات والوزارات والدوائر الرسمية. يتلقى اليوم أكثر من 35 مشارك يمثلون أعضاء فريق التنسيق الحكومي لحقوق الإنسان في أعمال هذه الدورة، وسيتم أيضا عملية تقييم للمشاركين فيما بعد من قبل لجنة متخصصة في هذا الإطار. هنالك تقييم حقيقي للانتقال لمراحل متقدمة أكثر في إطار الشراكة الحقيقية حيال تعزيز وتطوير منظومة شمولية لحقوق الإنسان، وكان كل ذلك بتوجيهات كريمة من جلالة الملك حينما أطلق الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان في نهاية عام 2016، ونحن اليوم ننفذ مضامينها وبنودها بالشراكة الحقيقية والفاعلة والمنتجة والمثمرة مع قطاع مؤسسات المجتمع المدني. هذه الورشة هامة في إطار تعزيز حق الحصول على المعلومة في إطار مؤسسي، سيعود المشاركون إلى وزاراتهم ودوائرهم ومؤسساتهم وهم يحملون حقيقة معرفة وتنمية معرفية حقيقية في ضمان الحصول على المعلومة وتقديم المعلومة الصحيحة والسليمة من باب المصداقية والشفافية. هذا الإطار العام، وهذه هي ما هو مأمول حقيقة من نتاج هذه الفعالية الكريمة. وجاء في ورشة العمل التدريبية عدة جلسات لتوضيح مفاهيم حق الحصول على المعلومات كالمساءلة ومحاربة الفساد والنزاهة والشفافية، وحق الحصول على المعلومات في منظور حقوق الإنسان وإجراءات إنفاذ حق الحصول على المعلومات في المؤسسات ومجموعات العمل. عقد الأستاذ الدكتور عبد الله سرور الزعبي
رئيس جامعة البلقاء التطبيقية مؤتمرا صحفيا لإعلان نتائج الدورة الصيفية لامتحان الشهادة الجامعية المتوسطة الشامل لعام 2017. مزيد من التفاصيل في تقريرنا القادم. أكثر من 3000 طالب وطالبة نجحوا في امتحان الشهادة الجامعية المتوسطة في دورته الصيفية لعام 2017. جاء ذلك في مؤتمر صحفي لرئيس جامعة البلقاء التطبيقية الدكتور عبد الله الزعبي، أعلن خلاله أعداد الطلبة المشتركين في الامتحان والذين توزعوا بين كليات جامعية حكومية وخاصة وعسكرية. ما يميز امتحان الدرجة الجامعية المتوسطة الامتحان الشامل لهذه الدورة بأنه فعليا عن الدورات السابقة كافة عمليات الامتحان أصبحت محوسبة ولا يتدخل فيها القوى البشرية، وبالتالي هي فعليا تعكس قدرات الطلبة على مستواهم الحقيقي، وبالتالي جاءت هذه النتائج وباعتقادي هي نتائج مرضية للجميع، وخاصة أنه الدورة الحالية لم يسجل فيها أي مخالفات أو أي ملاحظات. يعني لما نتحدث عن 6560 طالب، الاعتراضات التي قدمت وقبلت فعليا على مجموعة من الأسئلة زاد عددها عن 25,000 سؤال، كانت 8 اعتراضات فقط لا غير، وبالتالي هذا شيء لا يذكر. الامتحان الشامل يعني في السنوات القادمة بعد ما احنا نهيكل التعليم التقني على مستوى الدرجة الجامعية المتوسطة والذي سوف يتوافق مع رؤية واستراتيجية الجامعة التي انطلقت من الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية والتي أقرت من قبل الحكومة وتحت الرعاية الملكية السامية، حتجد أنه بعد يعني 4 دورات أو 5 دورات أنه شكل الامتحان بالكامل تغير، بحيث أنه سوف يكون امتحان جزء منه نظري وجزء منه عبارة عن مهارات حياتية وجزء مهارات تشغيلية، وبالتالي الجزء الرابع اللي هو التطبيقات العملية، وبالتالي هذا يعني المستقبل الامتحان الشامل في بعد ما نبدأ في خطتنا الجديدة واللي هي إن شاء الله حنبدأ فيها مع بداية العام الجامعي 17-18، وبالتالي الطلبة اللي بدخلوا على امتحان على بلتحقوا في الدرجة الجامعية المتوسطة مع بداية العام القادم الأكاديمي القادم حيكون شكل الامتحان في دوراته إلهم عندما ينهوا متطلبات تخرجهم في الدرجة الجامعية المتوسطة حيكون مختلف كليا عن الدورة الحالية والدورات الثلاث القادمة. وبلغ عدد الطلبة المشتركين في امتحان الشهادة الجامعية المتوسطة 6560 طالب وطالبة، تقدم منهم 6284 طالبا وطالبة توزعوا على 47 كلية، نجح منهم 3614 طالبا وطالبة. انطلق في منتدى البيت العربي الثقافي في مجمع بيت الثقافة والفنون برئاسة الأستاذ صالح الجعافري مهرجان الطفل العربي 2017 بحضور معالي الدكتور طه الهباهبة وزير الدولة الأسبق، وبحضور مدير بيت الثقافة والفنون الدكتورة هناء البواب وأعضاء الهيئة الإدارية لمنتدى البيت العربي. مزيد من التفاصيل سنتابعها في التقرير التالي. بهدف إبراز مواهب الأطفال الفنية ودعمهم، أقيم في مجمع بيت الثقافة والفنون تحت رعاية وزير الدولة الأسبق الدكتور طه الهباهبة مهرجان منتدى البيت العربي الثقافي الأول للطفل، وبمشاركة العديد من الأطفال المبدعين في مختلف المجالات الفنية والثقافية. هو تجربة رائدة، أتمنى أن تتكرر في الأعوام القادمة وأن يصبح هذا المهرجان عرف متبع في كل عام من أجل أن نرقى بذوق أطفالنا في مجال الشعر وفي مجال القصة وفي مجال الغناء وفي مجال الرسم. وأقول أنني الليلة استمعت وشاهدت نماذج مشرقة ومشرفة لمجموعة من الأطفال الذين شاركوا في هذا المهرجان. الأستاذ صالح الجعافري يعني قدم خدمة كبيرة إلى الحركة الثقافية الأردنية في إحياء مثل هذا المهرجان وإقامته في بيت الثقافة الذي تملكه وتشرف عليه الدكتورة حناء البواب، وهي أيضا قامة ثقافية يعني نحترمها ونجلها كثيرا، وقد استطاعت أن تستقطب
أغلب الشعراء والكتاب والأدباء الأردنيين، وأوجدت لهم بيتا راقيا لكي يتحدثوا ويعبروا عن ذاتهم وعن أدبهم وعن إبداعاتهم في مجال الثقافة وفي مجال الفكر. أتمنى للقائمين على هذا المهرجان ولكم أيضا جزيل الشكر، وأن نلتقي في العام القادم بهذا المكان لنتحدث عن المهرجان الطفل الثاني بإذن الله في حلة جديدة، وأيضا بترتيب أكثر أناقة وأكثر رشاقة مع أنه مرتب ورشيق. فكرة في استضافة هذا المهرجان، بداية بيت الثقافة والفنون الهدف الرئيسي له هو دعم المواهب الشابة، بدءا من هؤلاء الأطفال الذين يعني يفترض أن تكون بداياتهم هي التي تدل على إبداعهم. فكلما وجدت طفلا مبدعا، كلما وجدت طريقا مهمة لهؤلاء الأطفال لابد أن تأخذها بأيديهم، إما هذا الطفل أن يعني يستمر بعد ذلك وإما أن يتوقف عند حد معين. فكرة المهرجان، مهرجان الإبداعي للأطفال، أن يعني يظهر كل موهبة لدى هؤلاء الأطفال، من موهبة الغناء، من موهبة إلقاء الشعر، من موهبة كتابة الشعر، وتنوعت ما بين اللغة العربية واللغة الإنجليزية، ما بين الغناء، ما بين النشيد وهكذا. وكل هذا طبعا أثره ومردوده ثقافيا وبيئيا على المجتمع في النهاية. منتدى بيت الثقافة والفنون اتخذ خطوة رائدة، ولأول مرة ولن تكون الأولى طبعا، راح يكون في مشاركات أخرى للأطفال. وفكرة رائدة أنه المنتدى هذا يعني أبدع بالفكرة، أنه زرع بالأطفال حب الشعر، حب القصة القصيرة، حب التمثيل، حب الفنون بشكل عام. وهاي الفكرة يزرعها بالطفل يعني بيزرع فيه ثقافة عادية وليست ثقافة معلبة عن الكمبيوتر أو سواء عن الشغلات الثانية. هذا من ناحية. من ناحية ثانية أنه الفكرة الرائدة لأول مرة بتاخذها بيت الثقافة والفنون، بيزرع بالطفل حب الوطن، بيمنعه أو بيزرع بفكره الابتعاد عن المخدرات، بيشرحوا له كيف يبتعد عن المخدرات والمدخلات الثانية الأخرى اللي بتأثر على الشباب اليوم. وهي الفكرة أنه تزرع بالطفل منذ الصغر نقش في الحجر أنه يبتعد عن المخدرات، يزيد ثقافته، يزيد وعيه. وهذا شيء جميل جدا وخطوة رائدة اتخذها بيت الثقافة والفنون. وتخلل المهرجان عرضا فنيا تضمن تقديم وصلات غنائية وإلقاء الشعر وعرض مسرح كوميدي قدمه الأطفال المشاركين لإبراز مواهبهم وبحضور أهل الأطفال. فكرة إنشاء مثل هذا المهرجان بعد أن رأينا أن هناك العديد من أطفالنا في مجتمعنا يتمتعون بإبداعات مختلفة، منهم من يكتب الشعر، ومنهم من يتقن الغناء والأناشيد، ومنهم من يتقن التمثيل. فكانت الفكرة نابعة من أو مستوحاة من فكرة إنشاء مهرجان يضم جميع هذه المواهب في حفلة واحدة، حتى يستطيع أبنائنا أنهم يبدوا قدراتهم ويؤدوا وابداعاتهم ونرقى بهم بعيدا عن مستنقعات الفكر الضلالي الذي تسود في مجتمعاتنا. أنا اليوم طلعت حكيت ألقيت شعر، وأختي كانت تحكي شعر زمان، فأنا حبيت هذا الجو، كنت أكون شعر بس ما قدرتش، يعني كان الأشياء أكبر مني، فكنت ملقي الحمد لله وزبطت معي. بهذا المهرجان كان دوري هو أني أكون عارفة الحفل، عشان بس بإيجاز سريع أحكي عن المهرجان. المهرجان هو مهرجان بيشتمل إبداعات الأطفال، ما بدي أجزم بأهل الأردن، بالعكس كان في معنى من الوطن العربي أطفال. اللي بيميزه أنه هذا المهرجان كله أطفال، ما في ولا أي شخص كبير شارك فيه، لحتى نثبت للعالم أنه إحنا الأطفال موجودين بالفعل، إحنا بنات المستقبل، إحنا القادة. فكمان أنه قد ما حاولوا الكبار أنهم ينجزوا ما رح ينجزوا قد ما بينجزوا الأطفال، لأن الأطفال هم قادة الكبار. اشتمل المهرجان على كثير من الفقرات المتنوعة، إن كانت بالرسم، إن كانت بالإنشاد، إن كانت بالشعر إلقاء وكتابته، اشتملت كثير مواهب وصلت وصل عمرهم لأربع سنوات. كان
المهرجان بيميزه انه الطفوله والعفويه اللي فيه، وانهينا المهرجان الحمد لله ببسمه، وبالاضافه الى انه كان في شخصيات اللي هي دوره وبطبوط اللي هي ساعدت الاطفال او خلت الاطفال يستمتعوا بالمهرجان اكثر. اليوم الفت قصيده لفلسطين بعنوان اصلي فلسطيني، والقيتها والكل يعني اعجب القصيده والحمد لله، وتم تكريمي بهذا المهرجان. أكثر إشي عجبني هو تفاعل الأطفال مع الفقرات، والمهرجان هو كله حلو والأشخاص فيه كمان طيبين. كما ويعتبر المهرجان الأول من نوعه الذي يهتم بمواهب الأطفال وإبرازها لأبعاد الأطفال عن مخاطر المجتمعات. أقيمت في عمان اجتماعات اللجنة العليا الأردنية المصرية المشتركة في دورتها 27، وعلى أجندتها العديد من الموضوعات التي تستهدف تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في المجالات كافة. تفاصيل أكثر سنتابعها في تقريرنا القادم. بحضور عدد من ممثلي الجهات الرسمية، أقامت اللجنة العليا الأردنية المصرية اجتماعها الثانوي 27، وذلك لمناقشة دخول الصناعات الأردنية إلى أفريقيا وبحث أوضاع العمالة المصرية في الأردن وغيرها في مقر وزارة الصناعة والتجارة في العاصمة عمان. هذه الدورة رقم 27 للجنة العليا على مستوى أصحاب الدولة ورؤساء الوزراء، وإحنا في الأردن اللجنة العليا التي تليها في عدد انعقادها 9. فالفرق ما بين 27 و9 أعتقد أنه يختزل كل الكلام المرتبط في العلاقات الاستراتيجية والعلاقات الطيبة والعلاقات التاريخية التي تجمع الأردن بجمهورية مصر العربية الشقيقة، وأيضا روح التعاون اللي أنا لمسته شخصيا وأنا بغادر مكتبي الساعة 8 بالليل، وما زلت بلاقي الإخوان المصريين وأشقائهم الأردنيين باجتماعات منعقدة لغاية الساعة 10 مساء، ويسودها نوع من المودة والمحبة والشعور الحقيقي بأن العلاقة علاقة شراكة حقيقية استراتيجية. هذا أيضا مثال على أهمية العلاقة التي تجمع بين بلدينا الشقيقين. أضف إلى ذلك العلاقة المتميزة التي تجمع أيضا قيادة البلدين، سواء كان على سيادة الرئيس أو جلالة الملك. حقيقة اللي بعتقد أنه هذه العلاقة متميزة وانعكست أيضا على العلاقة على مستوى الجهاز الحكومي التنفيذي وعلى مستوى القطاع الخاص بين البلدين. يعني حقيقة هذه اللجنة استكمالا لأعمال اللجنة السابقة اللي انعقدت في القاهرة في العام الماضي، واللي أثبت محضر الاجتماع تبع العام الماضي أن الجزء الأكبر من ما تم التوافق عليه دخل حيز النفاذ، وهذا أيضا يعكس الروح الإيجابية والحقيقية في التعاون، أنه لم نعد نوقع اتفاقيات ومحاضر اجتماعات لغايات التوقيع وإنما لغايات التنفيذ الكامل. وهذه اللجنة حقيقة في المجالات العديدة اللي تطرقت لها، وأنا ما بدي أدخل في تفاصيلها، لكن قد يكون من أهمها ما يتعلق في موضوع النقل، في موضوع الاستثمار، في موضوع الاستثمار على وجه الخصوص، فيما يتعلق بتوثيق العلاقة ما بين بيئتي الأعمال والقطاع الخاص المصري والقطاع الخاص الأردني. نحن نؤمن إيمان مطلق بأن العلاقة الاقتصادية والاستثمارية ما بين الأردن ومصر علاقة استراتيجية، ورجال أعمال الأردنيين يسعون دوما إلى إيجاد شراكات حقيقية win-win situation مع إخوانهم وأشقائهم رجال أعمال المصريين. وإحنا ننظر أنه لدينا نافذة في غاية الأهمية فيما يتعلق في إعادة إعمار العراق وسوريا، وأعتقد هذه بوابة حقيقية لتكثيف الشراكة ما بين الأردن ومصر، وأيضا شراكات بالجانب المصري استهدافا للسوق الافريقي وبناء على الاتفاقيات التفضيلية وخصوصا الكوميسا التي تجمع مصر مع دول افريقيا المختلفة. بالنسبة للقطاعات اللي احنا هنركز عليها، احنا طبعا بالفعل كان في تركيز على القطاعات اللي هي هيكون ليها بعد اقتصادي، لان حريصين جدا لما احنا بنبص على الوضع الاقتصادي بتمر بيه المنطقة،
فطبعا الشراكه والاندماج الاقتصادي والتجاري والاستثمارات المتبادله هتدي دفعه مهمه جدا لاقتصاد البلدين، وهتدي دفعه كبيره لزياده فرص العمل اللي هو التحدي اللي بيواجه البلدين، وطبعا تحسين معيشه المواطنين، وهو ده دايما كان المحور الرئيسي اللي ركزنا عليه في جميع الاتفاقيات. بالفعل اتفاقيات عديدة، وانا عارفة ان الضاف ليها امس اللي هي تخص وزارة العدل، وناقشت معها كلمت سيادة الوزير برضو النهاردة، هو بيفضل ان هو هيوقعها هو بنفسه، طبعا وزارة العدل بطبيعة الحال هتفضل انها توقع بنفسها، فان شاء الله ممكن في اي زيارة من الجانب الاردني للقاهرة او ندعو وزير العدل يجي هنا ان هو يوقعها، ولكن الحمد لله في توافق على جميع الاتفاقيات. بس زي ما كلمت معاك معالي الوزير يعرب، وهستفيد من العشرة والعمل سويا في مشاريع صغيرة متوسطة على مدار السنين. الأمين العام لوزارة الصناعة والتجارة يوسف الشمالي أكد على عمق العلاقات الأردنية المصرية، مشيرا إلى استمرارية التعاون والود بين البلدين. أهم ما تم التوصل إليه خلال هذه الاجتماعات كان هناك توافق بكافة المواضيع المطروحة. أذكر منها على سبيل المثال تم الاتفاق على إقامة معرض سنوي لغاية البيع المباشر بقيمة 1,000,000، معرض يقام في القاهرة ومعرض أيضا يقام في عمان، إلى جانب إقامة لأول مرة معرض متخصص في منتجات البحر الميت، معرض دائم يقام في القاهرة بشكل دوري لغرض الترويج بمنتجات البحر الميت في السوق المصري. إلى جانب ذلك تم الاتفاق على الانتقال في العلاقة ما بين الجانب المصري والجانب الأردني، ليس فقط بحث المشاكل التي تواجه البلدين، إنما تم الاتفاق على عقد مؤتمر استثماري ستعقد الدورة الأولى له في القاهرة في مطلع العام القادم، ثم يتبعه مؤتمر آخر. خلال هذا المؤتمر سيتم التوافق على عدد من المشاريع الاستراتيجية والمشاريع المشتركة بين الجانب الأردني والجانب المصري. إلى جانب ذلك تم بحث موضوع الفوسفات وآليات تسعير الفوسفات، كان هناك اتفاقات في العام الماضي تم التأكيد عليها، هناك توافق ما بين الجانب المصري والجانب الأردني حول آليات تسعير منتج الفوسفات اللي بيتم تصديره لأسواق آسيا. هناك مواضيع أخرى متعلقة بالطاقة والنقل والجمارك والثقافة وغيرها. كمحصلة لهذه الاجتماعات هناك 7 وثائق تغطي العديد من مجالات التعاون بين الجانب الأردني والجانب المصري، سيتم رفعها إلى أصحاب الدولة ليتم توقيعها في ختام أعمال الدورة 27 للجنة العليا الأردنية المصرية. وستناقش اللجنة مجالات التعاون كافة، خصوصا تسجيل الدواء الأردني في مصر وزيادة عدد الرحلات الجوية المتبادلة واليد العاملة المصرية في الأردن، إضافة إلى التعاون في المجال الزراعي وما يتعلق بتسهيل دخول المنتجات الزراعية إلى البلدين. أقام حزب الوسط الإسلامي في عمان ندوة عن الانتخابات اللامركزية والمجالس المحلية بمشاركة مستشار وزير التنمية السياسية الدكتور علي الخوالدي، والذي عرض مفهوم وأهداف مشروع اللامركزية، والنائب السابق مصطفى العماوي الذي أشار وأشاد بتوسيع مشاركة الشعب في صنع القرار التنموي. مزيد من التفاصيل في التقرير التالي. أقام حزب الوسط الإسلامي في عمان ندوة تمحورت حول الانتخابات اللامركزية والمجالس المحلية، والتي ستجرى في 15 من الشهر المقبل. وعرض مستشار وزير التنمية السياسية الدكتور علي الخوالدي مفهوم وأهداف مشروع اللامركزية، مؤكدا بأنها عملية إصلاحية تهدف إلى تسهيل تقديم الخدمات إلى المواطنين وتوسيع مشاركتهم في صنع القرار التنموي، موضحا بأن مجالس المحافظات المزمع انتخابها ستتولى إقرار مشاريع التنمية ومتابعتها. الأردن الذي سيطبق فيه النموذج هو اللامركزية الإدارية، وهي شكل من أشكال الإدارة المحلية، وللمعلومة ترى إحنا في عندنا شكل آخر من اللامركزية اللي هو البلديات. السلطة التنفيذية ماذا تقدم البلديات؟ ما العمل الذي تقوم به البلديات؟ البلديات ليست سلطة قضائية ولا هي سلطة تشريعية، هي تقوم بمهام تنفيذية، لكن من أعطاها فوضها بقيام بهذه المهام؟ السلطة التنفيذية اللي هي الحكومة، هي تقدم خدمات يفترض أن تقدمها الحكومات، لكن
بموجب القانون وقانون البلديات تقوم بهذا العمل، ولذلك هي شكل من أشكال اللامركزية يطبق في الأردن من تقريبا منذ نشوء الدولة. يعني البلديات في الأردن من 1882 في بلديات في الأردن، والبلديات بمناسبة الحديث عن اللامركزية يعني الناس متعودة عليها، عندها ألفة بالعمل البلدي وعندها خبرة وعندها طريقة التصويت واضحة أمامهم. أيضا الممارسة في البلديات الناس عندها خبرة طويلة في ذلك، والبلديات في الأردن خرجت قيادات في مجالات متعددة. لكن الجديد كما أشار سعادة الدكتور مصطفى اللي هو المجالس المحلية، وهي فكرة أنه قبل الدمج كان في هناك بلديات أو اللي عددها أو المجالس القروية إلى آخره، خلاص أصبح هناك يعني شكل جديد اللي هو المجالس المحلية. أيضا حاب أحكي أنه يا أخوان اللامركزية في الأردن من أهدافها، يعني أنا أرى أنه الهدف الرئيسي لللامركزية في الأردن اللي هو زيادة مشاركة المواطن، وهدف ديمقراطي زيادة مشاركة المواطن في عملية صنع القرار فيما يخص خدماته والتنمية في محافظته. وتابع الخوالدة حديثه بأن دوائر اللامركزية والتي توزعت على جميع بلديات المملكة مراعية في عدد مقاعدها، عدد السكان وحجم الدخل السنوي والمستوى المعيشي، وعرض طريقة انتخاب الكوتا المتمثلة بكتابة اسم المترشحة في آخر خانة لأعضاء المجالس، موضحا بأن كتابة اسم المترشحة في غير الخانة المخصصة والمضللة سيدخل تلك المترشحة في دائرة المنافسة بعيدا عن الكوتا. السلطة التنفيذية ماذا تقدم البلديات؟ ما العمل الذي تقوم به البلديات؟ البلديات ليست سلطة قضائية ولا هي سلطة تشريعية، هي تقوم بمهام تنفيذية، لكن من أعطاها فوضها بالقيام بهذه المهام؟ السلطة التنفيذية اللي هي الحكومة، هي تقدم خدمات يفترض أن تقدمها الحكومات، لكن بموجب القانون وقانون البلديات تقوم بهذا العمل، ولذلك هي شكل من أشكال اللامركزية يطبق في الأردن من تقريبا منذ نشوء الدولة. يعني البلديات في الأردن من 1882 في بلديات في الأردن. من جانبه بيّن النائب السابق الدكتور مصطفى العماوي بأن اللامركزية والمجالس المحلية هي جزء من منظومة إصلاحية يقودها جلالة الملك عبد الله الثاني، معتبرا بأن الحكومة لا زالت غير جادة بتنفيذ المشروع الذي يحتاج إلى تشريعات أخرى، وقال إن مشروع اللامركزية الذي جاء برؤية ملكية سيلبي احتياجات المحافظات التي تلمسها جلالته من خلال جولاته في المحافظات. كثير من بعض الإخوان في الأردن إن كان على صعيد النقد أو صعيد ربما أن يكون هنالك عدم التوضيح في الرؤى فيما يتعلق في هذا القانون، في نقدا لهذا القانون، لكن القانون لم يطبق إلا هذه المرة، فأنا بستغرب يعني كيف يكون هنالك نقد لاذع لقانون لم يطبق. وهذه يعني ما بعرف يعني كيف بتفسر أحيانا، إما على الصعيد الإعلامي أو على الصعيد الكتاب أو على صعيد بعض الناقدين في حياتنا السياسية أو حياتنا الاجتماعية. هذا القانون بنظري وعندما شرع لم يكن هنالك فزعة ولم يكن هنالك عشوائية في تشريع هذا القانون، كان هنالك رغبة من قائد الوطن أن يكون هنالك في، لأن كثرة الحديث عن الفساد عن الترهل الإداري وعن هنالك في نواقص كثيرة في مؤسسات الدولة من أجل بناء مجتمع تشاركي، فكان رأي جلالة الملك في هذا القانون أن يكون هنالك قانون يعزز الحياة الديمقراطية في المحافظات بعيدا عن العاصمة التي يشار إليها بأنها أكلت الأخضر واليابس من أجل الدعم الصناعي ولا الدعم الاجتماعي ولا التجاري أو فيما يتعلق في أمور رعاية الدولة للعاصمة. فكان توجهات جلالة الملك أن تكون المناطق البعيدة والأقل حظا أن تكون فيها حياة ديمقراطية من أجل صنع قرار وتشارك في هذا القرار. فعندما وجدت اللامركزية يعني نضرب مثال على محافظة عدد المجلس المحافظة فيها قد يتجاوز 20، فقرار 20 من أجل منفعة أهل المنطقة أفضل وأكثر جدية من قرار شخص واحد، لأن هنالك كانت المجالس البلدية ترفع وهنالك مجلس نواب، ربما مجلس النواب عليه خلاف في الأردن أنه خدمي ولا تشريعي أو رقابي. وطبعا لا ألوم مجلس النواب إن كان المجلس الحالي ولا المجالس السابقة في تقديم الخدمات وأن يشار إليه بأنه مجلس خدمي، لأن الجمهور الذي انتخبه والقاعدة التي انتخبته على أساس قاعدة خدمية وليست على قاعدة تشريعية أو رقابية.
فالآن في هذه الطريقة سيكون هناك فصل بين واجبات ومهام مجلس النواب، وسيكون هناك تغيير لهذا القانون لاحقا. يعني قانون اللامركزية الحالي لا يفي بالغرض الذي نأمله، لكن بعد نجاح هذه المهمة ونأمل ونرجو الله أن تنجح هذه المهمة حتى يكون هنالك في توجه للديمقراطية الحقيقية، وليس للديمقراطية الناقصة أو الديمقراطية المبتورة أو الديمقراطية التي نشكو منها بأنها غير فعالة في الوقت الحاضر. وتأتي هذه اللقاءات التي تهتم في الانتخابات اللامركزية والبلدية لغايات التوعية والإرشاد والتحفيز على المشاركة في الانتخابات التي ستعقد في 15 أغسطس الحالي. عقدت وزارة الصناعة والتجارة والتموين بالتنسيق مع برنامج الأمم المتحدة للتجارة والتنمية وغرفة تجارة عمان ورشة عمل إرشادية تدريبية توعوية لكافة الجهات المعنية من القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني للارتقاء بحماية المستهلك. مزيد من التفاصيل في تقريرنا القادم. عقدت وزارة الصناعة والتجارة والتموين بالتنسيق مع برنامج الأمم المتحدة للتجارة والتنمية وغرفة تجارة عمان ورشة عمل إرشادية تدريبية توعوية لكافة الجهات المعنية من القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني للارتقاء بحماية المستهلك، حيث استضافت الورشة عددا من الخبراء المتخصصين في شؤون حماية المستهلك لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لمناقشة المواضيع ذات العلاقة بحماية المستهلك والاطلاع على أفضل الممارسات الدولية في مجال حماية المستهلك. مساعد الأمين العام لوزارة الصناعة والتجارة لشؤون التجارة الداخلية المهندس عماد الطراونة قال إن مدلول مصطلح المستهلك يتسع ليطلق على من يحصل على متطلباته الأساسية أو الكمالية. حقيقة إنه هذا القانون من القوانين الإصلاحية اللي بتهم المستهلك مباشرة. هذا القانون جاء بثمرة من بتعاون مطلق ما بين القطاع العام والقطاع الخاص وكل الفعاليات ومؤسسات المجتمع المدني. هذا القانون مشكورين السلطة التشريعية أقرته لأهميته زي ما ذكرت، اللي هي حتى يكون له علاقة بقوانين الإصلاح الاقتصادي. الحقيقة اليوم الورشة، ورشة التوعية، هي لنشر أو لمزيد من المعرفة حول هذا القانون الجديد اللي بيهم المستهلك، اللي بيهم حقوق المستهلك ضمن إطار برنامج الأمم المتحدة لها في ثمن حقوق للمستهلك، منها هي حق المعرفة وحق حرية الاختيار وحق البيانات الموجودة على السلعة. القانون جاء ضمن إطار بالمضمون العام اللي هو ضمن إطار هاي الحقوق من أقرتها الأمم المتحدة. الحقيقة نحن تعرف الأردن النمو السكاني نمو شديد جدا، وكذلك النمو الاقتصادي من خلال المؤسسات الاقتصادية اللي لها علاقة مع المستهلك، بالإضافة إذا يعني حقيقة هاي الورشة راح تتطرق للمفاهيم الجديدة للتسوق، بخصوصاً بتعرف إنه زادت التسوق من خلال المعاملات الإلكترونية أو التواصل الاجتماعي، وهذا الثقافة قاعدة تزيد في الأردن. هذا القانون جاء كذلك لحماية إذا كان في هناك سلبيات من خلال التسوق في من خلال البرامج أو الوسائل الإلكترونية العديدة، ونعتقد أنه هذا فيه تطور. فذلك هذا القانون جاء بعالج في الجزء الأكبر إذا صار في غبن أو كذلك في حماية المستهلك على السلعة، بيانات الموجودة على السلعة، الكفالات التي تتحقق بعد ما يشتري المواطن السلعة، الخدمة ما بعد البيع. هذا القانون جاء ينظم هذه الأمور. الحقيقة هذا القانون قانون جديد أقر بنهاية شهر 6. الفعاليات الاقتصادية تتجاوز عنا ما يقارب 550,000 لما يتعلق في قضايا المستهلك المباشرة اللي هو تجار التجزئة، بالإضافة لفعاليات ونشاطات الاقتصادية الأخرى اللي هي معروفة على مستوى المملكة، سواء نشاطات لها علاقة بخدمة مباشرة من خدمات أو كسلع، وخصوصا في قطاع الاتصالات، قطاع الاستهلاك، قطاع المواصلات، قطاع النقل، قطاع الأجهزة الكهربائية بشكل عام. هاي قطاعات تعرف قطاعات واسعة كان ينظمها سابقا قانون الصناعة والتجارة اللي من خلال الرقابة على الأسواق
والمزيد من السعي للتوازن في السوق من خلال تحقيق التوازن في السوق، إلا أنه هذا القانون جاء مكمل لقانون الصناعة والتجارة حتى نحقق الجوانب التي كان لا يغطيها قانون الصناعة والتجارة بحماية المستهلك. حماية المستهلك هو تعريف المستهلك بأهم الحقوق اللي هو يجب أن يحصل عليها من خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد اللي بتقدمها الشركات الموجودة في المملكة الأردنية الهاشمية. شو إله حقوق وشو عليه واجبات؟ المادة 52 و54 من قانون الاتصالات اللي هو أنه في حال تلقي الهيئة لأي شكوى من المستهلك على أي مرخص له فلها الحق أن تتحقق من هذه الشكوى وتصدر القرار اللازم بخصوصه ويكون ملزما للمرخص له، بالإضافة إنشاء قسم للشكاوى المستفيدين لأي مرخص يحصل على رخصة شبكة اتصالات عامة يجب أن يكون في عنده قسم خاص لتلقي شكاوى المستفيدين ويعمل على حل هذه الشكاوى وتجنب كثرة الشكاوى ويعمل على تجنب كثرة الشكاوى مشان حلها. بشكل عام لابد أن يكون في حملات توعية كثيرة بالنسبة للمواطن الأردني فيما يتعلق بحماية المستهلك، وبهذا الخصوص أطلقت الهيئة هيئة تنظيم قطاع الاتصالات عدة حملات توعية سواء كانت عن طريق الصحف المحلية أو كانت عن طريق التلفزيون الأردني أو عن طريق الإذاعة بهدف حماية المستهلك وتوعيته بأهم حقوقه وواجباته فيما يتعلق بخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد. على سبيل المثال عقود الاشتراك اللي بوقع عليها المشترك هذا من أجل الحصول على أي خدمة يجب أن تكون واضحة وهو يقرأها ويعرف شو واجباته وشو حقوقه بنفس الوقت. وتطرق القانون إلى التعريف بحقوق المستهلك من حيث حق الأمان الذي يركز على الحماية من المنتجات والخدمات التي تشكل ضرراً على الصحة والسلامة، وحق المعرفة للمستهلك بتزويده بالمعرفة التي تساعده على الشراء والاستهلاك بصورة سليمة،